هل يجوز للمرأة أن تأم النساء في الصلاة؟ وهل لها الأذان والإقامة؟ جزاكم الله خيرا. نعم لها أن تأم النساء في الصلاة، صلاة الفريضة وصلاة التراويح وغيرها مما يفعل له الجماعة. وأما الأذان والإقامة فهذان من خصائص الرجال، ليس على المرأة أذان ولا إقامة، لأن هذا من خصائص الرجال، لأنه يحتاج إلى رفع صوت، والمرأة منهية عن رفع صوتها لا يسبب الفتنة. وأيضا هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء كنا يؤذن أو يقمن الصلاة، لم يحفظ هذا. نعم جزاكم الله خيرا. طالما تطلقتم فضيلة الشيخ بإمامة النساء، هل تنصحون أختنا بالكيفية التي يجب أن تكون عليها إمامة النساء؟ ما دامت أنها في محيط النساء فإن الكيفية تكون بالتزام اللباس الساتر في الصلاة، سواء صلت وحدها أو صلت مع النساء، لأن يكون اللباس ساترا لجميع جسمها وظافيا، يستر قدميها ويستر ولا يبدو منها إلا وجهها بحضرة النساء أو بحضرة المحارم من الرجال، هذا في الصلاة. وألا تلبس لباسا ضيقا أو شفافا، لأنها تصبح قدوة سيئة للنساء، ولا سيما إذا كانت تأمهن في الصلاة فإنهن يقتدين بها، فإذا كان لباسها غير محتشم فستكون سببا في فتنة كثير من بنات المسلمين ونساء المسلمين، عليها أن تكون قدوة حسنة. فإذا كانت باللباس الشرعي واللباس اللائق للصلاة الذي يضفي على جميع جسمها ما عدا وجهها، فهذا هو المطلوب منها. جزاكم الله خيرا. أين يكون مكانها بالنسبة للمصليات لو تكرمتم في الصف؟ يجوز أن تكون في صفهن ويجوز أن تكون أمامهن، يجوز هذا وهذا، إلا أن بعض الفقهاء يقول وإمامة النساء تقف في صفهن، ولكن هذا ليس من باب الوجوب والحصر، ربما يكون هذا من باب الأولى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.